غسلوا عقول الأطفال وزجوهم في المعارك وعلى جبهات القتال. الميليشيات الحوثية لم تردعها القوانين والاتفاقيات الدولية ولم تستجب لنداءات المنظمات الإنسانية بإبعاد الأطفال عن الحرب. ومع اقتراب يوم الطفل العالمي، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نشر صورا لأطفال يمنيين تقتاد الميليشيات والآلاف منهم كل يوم إلى معاركها في مختلف جبهات القتال خدمة لتنفيذ الأجندة الإيرانية. شبكة حقوقية يمنية وثقت ما لا يقل عن 20,977 واقعة انتهاك طالت الأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43,000 طفل. وزير الإعلام اليمني قال إن الحوثيين غسلوا عقول الأطفال بالشعارات العدائية والأفكار الطائفية المستوردة من إيران، واصفا ما يحدث بأكبر عملية استغلال بتاريخ البشرية. الأرياني دعا في سلسلة تغريدات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائم تجنيد الأطفال وتصنيفها منظمة إرهابية.